موهبة والمواهب تلتقي بالعيون المعجبة. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة والمواهب تلتقي بالعيون المعجبة. هذا برنامج لمن يمتلك فكرة وفن، كم مواهب في الوطن في زوايا غائبة. هذه دعوة شاملة للمواهب كاملة والبطولة حافلة بالأمان الطيبة. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. أهلا 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 مرحبا. أهلا 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 مرحبا. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. أهلا 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 مرحبا. أهلا 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 مرحبا. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. نتجدد ويتجدد معنا المشتركون، ففي كل حلقة مواهب مبدعة وأحلام صغار متجددة، وهم بالنسبة لنا كالزهور المتفتحة التي تبث عبيرها لأحلى المشاهدين. لا يفوتكم متعة المشاهدة لكل الصغار المبدعين في برنامج المواهب. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم يتجدد اللقاء بكم في برنامج المواهب، وأحببنا أن تكون هذه الحلقة مميزة من حيث العرض، فسوف تشاهدون فقط 4 مشتركين، ولكن سوف يكون في الحلقة مجموعة من الكواليس الحلقات السابقة، وبعدها سوف نواصل معكم بقية الحلقات من المرحلة الأولى. إذن ما زال لديك عزيزي المشترك فرصة المشاركة في برنامج المواهب لموسمه الأول، بادر وسارع بالتسجيل. إذن أترككم مع متعة المشاهدة مع الحلقة ومع مجموعة من كواليس الحلقات السابقة. مشاهدة ممتعة. هذا برنامج لمن يمتلك فكرة وفن، كم مواهب في الوطن في زوايا غائبة. هذه دعوة شاملة للمواهب كاملة والبطولة حافلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ إيلان يونس أحمد صالح العمودي. الكود يا إيلان؟ 33. 33. إيش راح تسمعين اليوم؟ إيش مشاركتك أصلاً؟ نشيد العيد. نشيد العيد، تفضلي سمعينا. يا شمس العيد طلي، انتظرتك أنا من بدري، مشتاقي وأصحابي وأهلي فرحان يا عيد. يا شمس العيد طلي، انتظرتك أنا من بدري، مشتاقي وأصحابي وأهلي فرحان يا عيد. رح نلبس ثوب جديد ونصلي صلاة العيد، نملى الدنيا بالفرحة ونردد أحلى نشيد. يا شمس العيد طلي، انتظرتك أنا من بدري، مشتاقي وأصحابي وأهلي فرحان يا عيد. فرحان يا عيد، نفتح من بدري الأبواب لنهني كل الأحباب، نلعب مع أحلى الأصحاب، فرحتنا تكبر وتزيد، فرحتنا تكبر وتزيد. شكرا يا إيلان على هذه المشاركة الرائعة، صوتك رائع وإحساسك أروع. نتمنى أن نراك معنا في المرحلة القادمة، نشوف رأي مها. شكرا. ما شاء الله أدهشتينا صوتك الرائع، ونتمنى لك التوفيق. شكرا. صوتك جدا جميل، نتمنى أن نشوفك في المراحل الجاية. شكرا. إيلان فعلا أبدعت يا إيلان، وأنا اللي أعجبني أن الكلمات واضحة والكلمات يعني ما فيها أي غلط. نتمنى لك التوفيق إيلان والتقدم معنا في المراحل القادمة. شكرا. إلى اللقاء. والبطولة حافلة بالأمان الطيبة. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. أهلا 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 مرحبا. أهلا 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 مرحبا. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. ريانا قلد لنا صوت البقرة. ألبسة كيف تقول؟ كيف صوت الكلب؟ الأرنب كيف يقول؟ تت تت. الجمل كيف يقول؟
يا شيء الأسد كيف يقول؟ البقرة إيش تهب؟ تهب حديد. النحلة إيش تهب؟ تهب حشد. تهب حشد. العنصر إيش تهب؟ شكرا ريان على هذه الإطلالة الرائعة، إطلالة طفولة، إطلالة براءة. يكفي أنك شاركت معنا وأصريت على أهلك أنك تشوف أطفال ومواهب، فأطفال ومواهب هي قناة كل الأطفال. شكرا يا طفلنا الصغير، وأتمنى أن تتأهل معنا في المرات الجاية. ما شاء الله على أدائك الجميل، وطبعا يكفي أنها من طفل صغير، ما كنت جانا في الحلقات اللي قبل كذا أطفال صغار بهذا السن، نتمنى أنها شفتك. طبعا فعلا ريان أداء جميل، يعني فعلا صغير يا طياف. ويا أستاذ إبراهيم، أول شيء نشكر الأستاذ إبراهيم أنه يعني يفتح قلبه قبل القناة للجميع يشارك، يعني ما قال صغير يعني يمنعه، فعلا صغير وشارك. ولكن من ناحية الموهبة بقرة، أنا حتى أنا استطاع قلت بقرة، استطاع أيضا أقلت جمل، قلت بقرة يا سلام. بسيط يعني، مو بسيط بسيط يعني، فالتقليد الحيوانات بسيط جدا، أي شخص يستطيع أنه يقلد. نتمنى من المتسابقين لو جاء أحد يبغى يقلد الحيوانات يقلد أشياء لا يستطيع البعض يقلدها والكل. نتمنى لريان التوفيق، ونتمنى من الجمهور أن يساعد ريان للوصول إلى المراحل القادمة، وإلى اللقاء. أهلا مرحبا، أهلا 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 مرحبا، أهلا أهلا مرحبا، كل من له موهبة والمواهب تلتقي بالعيون المعجبة. أهلا أهلا مرحبا، كل من له موهبة والمواهب تلتقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. محمد علي مشهور حمدي. رقم كودك 35. إيش بتقدم لنا اليوم؟ شعر. يوم الوطن له في المعاليق تبجيل، عاش المواطن فرحته واحتفلها، والمملكة توشحت بالخلاخيل، ولبست شوارعها من أجمل حللها، ومواطنيها قلدوها لكاليل، وهنت ملكة اللي ما عمره خذلها، وكعادتها لا رتل الحمد ترتيل، بسكين تنترعد ويبرق هللها، أجدادنا عبد العزيز وهل الخير، ثم الرجال المخلصة في عملها، شافوا من الدنيا العنا والبهاديل، وذاغوا مرارتها وذغنا عسلها، عبد العزيز يا الواعي الفذ الأصيل، عمل بالأسباب وعلى الله اتكلها، واملاك جدانه على البن والهيل، الله على راحة يدينه عقلها، وبيض النوايا الصادقة شالها شيل، وعلى طرف سيفه حياته حملها، ما أقول عانت بالبلاد المخايل، وأقول من تحت الحطام انتشلها، محارب استعمار جيش وأساطيل، والمملكة ما استعمرت منازلها، حارب خرافات وتخلف وباطيل، وهذه هي الحرب هذا هو بطلها. سلامتكم. ندعو الله أن يحفظ هذا الوطن، وأقول لك أن أدائك جدا رائع، وأتمنى لك الفوز. القصيدة كانت جدا رائعة، ونتمنى لك التوفيق في المراحل. ما راح أزيد يعني غير كذا، ونتمنى لك التوفيق يا مبدع. في البداية طبعا أشكرك على هذه القصيدة الرائعة. القصيدة تبع مين؟ سعود الحافي. والنعم. طبعا أدائك لا يعلى عليه، عندك تفاعل، عندك حماس، عندك جرأة، ولكن في سرعة، يعني إن شاء الله المرحلة القادمة لو شاركت معنا بطئ السرعة، تمام؟ عشان المشاهدين يفهموا. طبعاً أحمد أنت فهمت شيء؟ والله نعم فهمت، يعني كان صراحة عدا كلمتين أو بيتين بس يعني. والسبب؟ كان سريع جداً يعني. أيوة كان في سرعة زيادة، لكن نتمنى أن نراك في المرحلة القادمة، نقول لك مع السلامة. بالأمان الطيبة، أهلاً أهلاً مرحباً، كل من له موهبة، أهلا 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 مرحبا، أهلا 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 مرحبا، أهلا أهلا مرحبا، كل من له موهبة، أهلا 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 مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمكم يا مورتين؟ ريماس. الموهبة؟ إنشاد مع شعر وتمثيل. تفضل. أختي هذه لك، ما أجمل رائحتها، شكرا يا صديقتي. أختي أنا اشتقت
إليك كثيرا، وأنا بالطبع يا صغيرتي. هل أنت تحبيني؟ بالطبع يا صغيرتي. ماما وبابا يحبوني، علموني وربوني، يا رب تخلي الماما والبابا نور عيوني، يا رب تخلي الماما والبابا نور عيوني. السعودية سمات حبها وسط القلوب، السعودية سمات نورت كل الدروب، السعودية سمات حبها وسط القلوب، السعودية سمات نورت كل الدروب، السعودية سعودية سعودية سعودية، ديرتي أحلى عروس شمسها غير الشمس، السعودية تعيش يا غلا كل النفوس، ديرتي أحلى عروس شمسها غير الشمس، السعودية تعيش يا غلا كل النفوس، برضها حب وأمان بدنيه أحلامك زادي زمان، تهون شمخة طول الزمان، برضها حب وأمل بدنيه أحلامك زادي زمان، تهون شمخة طول الزمان، سعودية 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 سعودية، إن شعبك الوفي حبنا ما ينتهي، السعودية ترى منك أبد ما نكتفي، إن شعبك الوفي حبنا ما نكتفي، السعودية ترى منك أبد ما نكتفي، حبك كبر مع السنين ويمين عمر تزي، أبشري يا غلا بلد أبشري باللي تبي، حبك كبر مع السنين ويمين عمر تزي، أبشري يا غلا بلد أبشري باللي تبي، سعودية 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 سعودية. شكرا لأطفال المواهب اللي قال عنكم الطبيبين بكلامه، عمرك طويل وعسى ربي يا أحد. شكرا للأستاذ إبراهيم أبو جبل يلي خصني باهتمامه، طيبك طيبك وعطفك تجبر الناس تغليك. شكرا للأستاذ أحمد اللي فرضت علينا احترامك، وأنت فعلا واهتمامك وزكيك سلامتكم. بسم الله ما شاء الله على أدائكم الرائع ونشيدكم الرائع، نتمنى أن نشوفكم في المراحل الجاية. والله صراحة فكرتكم حلوة وباين أنكم يعني تعبتم واخترتم هذا المشهد والورود هذه والحركات، وال يعني صراحة أنتم أبدعتم وفكرة جميلة وجديدة، ونتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج. ننتقل للأستاذ إبراهيم. رندا وريماز، طبعا مشاركتكم حلوة وفكرة جديدة، بس الصوت كان خفيف جدا، يعني في تشتت في الصوت، في خاصة الصغيرة. اسمك انت يا صغيرة اسمك ايش؟ شفتي صوتك مرة خفيف، ارفع صوتك. اسمك ايش؟ ريماس. ريماس ايوه، ريماس انت ترفع صوتك وتساند اختك. مجمل الفكرة رائعة، يعني شيء جديد قدمت لنا، شيء جديد يعني خرجت عن مألوف. إذا تأهلتوا في المرات القادمة إن شاء الله نبغى شيء أروع، نبغى ثقة في النفس، وما نبغاكم تخافوا من المايك، المايك ما يخوف، شوفوا ما يخوف عادي، تمام. يلا نتمنى لكم التوفيق. يا نجمتان يا متألقتان أبدعتم، وأتمنى أن أراكم في المرات الجاية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. في زوايا غائبة هذه دعوة شاملة للمواهب كاملة، والبطولة حافلة بالأمان الطيبة. أهلاً أهلاً مرحباً. أنا إيلان، صوتوا لي على رقم الكود 33، انتظر تصويتكم. هذا ريان، صوتوا لي على الكود 34، ينتظر تصويتكم. أنا محمد، صوتوا لي على الكود 35، انتظر تصويتكم. أنا رندا. أنا ريما، صوتوا لنا على الكود رقم 36، ننتظر تصويتكم. للتصويت أرسل كود المشترك على الرقم المرادف لبلدك. بالعيون المعجبة هذا برنامج لمن يمتلك فكرة وفن، كم مواهب في الوطن في زوايا غائبة، هذه دعوة شاملة للمواهب كاملة، والبطولة حافلة.
بالأمان الطيبة. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. أهلا 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 مرحبا. أهلا 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 مرحبا. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. إيش حتقدمينا في البرنامج؟ أنا أشيد. طيب أنت متوترة ولا كيف يعني؟ لا في عيد. أنا أحمد صوتولي على رقم 6 كود رقم 6. كيف شعورك وانت داخل عند اللجنة؟ متوتر فرح أنجح. الله يوفقك. ما شعورك انت داخل للنجلة؟ متوتر. أيوه لا للنجلة. ايش شعورك وانت داخل عند اللجنة؟ نشيد. أكتب يا قلبي أكتب رف يا علمي رف بابا عبد الله بابا يا غالي فضلك المولد. أكتب يا علمي أكتب رف يا علمي رف. شكرا وجدان خلاص وشكرا صوتك جدا رائع. مثل ما قلت أنا لست منشد ولكن هناك أصوات أو بعض الأصوات إذا طربت لها أو أنا رح أقول لك الصراحة جدا صوتك جميل 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 أنا أعجبني وإن شاء الله رح تتأهلي معي. باي. مشاهدينا الأعزاء الآن وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى. تست شغالة؟ أخذ قرب من عيني. أي يلا يلا جمالك يلا عيني. ما شاء الله صوتك. عيدي انا حلا صوتوا لي على الكود 17. انا حلا صوتوا على 15. عيدي 17 يلا يلا عيدي دوتيره يا ان شاء الله انجح بالتوفيق. كيف شعورك وانت داخل عند اللجنه؟ كويس. الله يوفقك. انا ما بصوتوا على الكود رقم 25. ايش راح تقدمي اليوم؟ انشاد. لحظه لحظه نتوج ماما من الذكرى الجميله من الذكرى الجميله. طيب يلا يلا والهدف هو والهدف هو التفاعل. انا ريماس انا افيا صوتولي على. ايش شعورك وانت داخل عند اللجنه؟ شكرا يا إيلان على هذه المشاركة الرائعة. أيضا ما شاء الله أدهشتينا بصوتك الرائع ونتمنى أن صوتك جدا جميل وأدهشتينا كمان بصوتك الرائع. الكود يا إيلان علمي جديد علمي جديد لأنه كان قبلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتفرع سلامتكم. ما راح أزيد يعني غير كذا ونتمنى لك التوفيق يا مبدع. واللي حصدنا اليوم حصد الحصادة وأتمنى أشاهدك في المرحلة القادمة ونقول لك إن شاء الله. ايوه
اسمكم يا حلوتين؟ السلام عليكم. نسيت يا نجمتان يا متألقتان خلص انت تحاوري مع ريان وخلينا نشوف من ريان صغير. اسمك ايش اسمك؟ ولكن من ناحية الموهبة بقرة أنا حتى أستطيع أقلد بقرة، أستطيع أيضا أقلد جمل. قلد بقرة يا سلام. بسيط يعني، مو بسيط بسيط يعني. أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الذي يا أخي لا تقع أنا والله عارف بس أنت قتلني من يلا. شكرا للأستاذ إبراهيم أبو جبل يلي خصني باهتمام. طيبك شكرا للأستاذ أحمد يلي فرضت علينا احترامك وهم بالنسبة لنا كالزهور المتفتحة. ختاما مشاهدينا الأعزاء نأمل أن تكونوا قد استمتعتم. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. ختاما مشاهدين الأعزاء نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الحلقة. أربعة متسابقين ومجموعة من الفكاهة والترفيه من الكواليس الخاصة بالأطفال الصغار والخاصة بالمشتركين وباللجنة، ولكن بقي عليكم أنتم التصويت ودعمكم وتشجيعكم لمتسابقكم المفضل. كما أذكر أنه بقي فقط أسبوعين على المشاركة في برنامج المواهب المرحلة الأولى، وسوف ننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما يطيب اللقاء بكم أنتم مشاهدين. والبطولة حافلة بالأمان الطيبة. أهلا أهلا مرحبا كل من له موهبة. أهلا مرحبا كل من له موهبة. والمواهب تلتقي بالعيون المعجبة. أهلا مرحبا كل من له موهبة. والمواهب تلتقي بالعيون المعجبة. هذا برنامج لمن يمتلك فكرة وفن. كم مواهب في الوطن في زوايا غائبة. هذه دعوة شاملة للمواهب كاملة. والبطولة حافلة بالأمان الطيبة. أهلا مرحبا كل من له موهبة. أهلا مرحبا.